عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في مطبخ الوجديه. كي دايرين؟ مزيانين، اموركم هانيه؟ سمحوا لي غيبت عليكم هاد دوجور، ولكن ظروف طارئه. كانت الوالده ديالي عيانه، دارت واحد لوبيراسيون، الحمد لله راها دابا في افضل حال، اللهم لك الحمد، الله يعطي الصحه كاع لجميع المسلمين. ولكن ما جيت بيدي يا خاوين، جبت لكم معايا بيتزا سائله، غادي نحضروها ان شاء الله. كتجي زوينه وبنينه وطريقه سهله، ما تحتاج منك لا تخمري العجينه ولا تلكيها ولا يعني ساهله بزاف البنات. ان شاء الله غادي تعجبكم الطريقه ديالي في تحضيرها. ولكن قبل ما نبدا البنات، نتمنى من اي وحده تدخل عندي القناه انها تابونا وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. عاونوني وتفعلوا معايا القناه ديالي، عاد باقا جديده ومحتاجه للدعم ديالكم. بلا ما نطول عليكم، عندي هنايا مقله درت فيها شويه ديال الزيت، غادي ندير فيها بصيله مشلضه كما كتشوفوا، وغادي ندير فيها الفلفله مقطعتها هكا دوائر. الا كانت عندكم حتى الفلفله الصفراء تقدروا تزيدوها، انا عندي هنايا غير الفلفله خضراء والحمراء. غادي نديرهم يتشحروا، شويه ديال الزيت كما قلت لكم، شويه ديال الملحه، ونضيفوا شويه ديال الابزار، راس معلقه ديال الكمون، وشويه ديال الفلفل الاحمر، بابريكا. غادي نديرهم يتشحروا دابا، ومن بعد عاد ندوزو باش نوجدوا العجينه ديالنا. العجينه ديالي البنات كما قلت لكم ما تحتاج لا تخمر لا والو، كتجي ساهله مهله. هنايا دابا غادي درت هنايا كاس ونص ديال الدقيق، الدقيق الخاص بالحلويات. الكاس اللي عبرت به هو هذا، تقريبا الكاس ديال العنبره زايد عليه شي شويه. غادي نضيف له هنايا كاس عامر، يعني الا بغيتي ديري كاس العنبه ديري كاس وربع ديال كاس العنبه ديال الحليب. عندي هنايا بيضه، عندي معلقه نص معلقه ديال فلفل اسود، وشويه ديال الملحه، وراس معلقه ديال خميره الخميره الكيماويه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وعندي هنايا شويه ديال الزعتر غادي نحكمو بين يديا. طبعا الزعتر كيبقى اختياري. البيتزا ديالنا غادي نديروها بالطون ان شاء الله. غادي ندير نضيف نص كاس ديال زيت الزيتون، الا بغيتو تخلطوها ما بين زيت الزيتون وزيت الروميه، طبعا لكم الاختيار. عندي معلقه كبيره ديال الخل الابيض، غادي نخلط هاد العناصر مزيان. هاد العجين كتجي شويه ثقيله على العجينه ديال الكيك باش تفهموا يعني القوام ديالها كي غادي يكون. سهله، كتضيف في كاع العناصر كامله. هي هادي البنات كما كتشوفوا بحال العجينه ديال لي كريب تقريبا. من بعد نخليو داك الفلفله ديالي والبصيله كيبقاو يتشحروا حتى يدبالوا، ومن بعد كنضيف عليهم البوطه، وغادي نحتفظ بهم الوقيته اللي غادي نخدموا بهم البيتزا ديالنا. بالنسبه للصوص ديالي، انا كنت ديجا قلت لكم في البيتزا اللي كنت حضرت معكم قبل، انني كنحتفظ فيهم بهم في علب لي بواط، وكنديرهم في الكونجيلاتور. بالنسبه لي انا خرجت هاد العلبه غير للتوضيح، ان هاد لاصوص طوماط ديالي ديال البيتزا درت فيها مطيشه وحده، بصله، شويه ديال الزعتر،
ودرت ثومه محكوكه، وإلا كانت عندك ثومه بودره تقدري تضيفيها شويه ديال الزيت، شويه ديال الملح، شويه ديال العطريه، فلفل اسود وفلفل احمر، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال الخرقوم. من بعد طحنتهم في خلاط كهربائي ودرتهم في واحد الكاسرونه، ضفت ليها واحد شويه ديال الزيت او زيت الزيتون، وتخليها تبقى تطبخ حتى تعقد، ومن بعد كتقليها. انا هذيك الكميه كتعطيني كميه كبيره، كندير بها عده مرات البيتزا هادي وحده من لي بواط اللي كنخرج، يعني كتكفيني بالنسبه لهاد الكميه اللي غادي ندير دابا ديال البيتزا. غدي البنات نخليكم الرابط ديال البيتزا اللي كنت درت معاكم بثلاث حشوات المره اللي دازت باش تشوفوا كيفيه تحضير صلصه البيتزا. دابا البنات انا درت هنايا المقله ديالي، ومن الافضل انها تكون مقله ما كتلصقش. غادي نديروها فوق النار، غادي نضيف شويه قطرات ديال الزيت، تقدروا ديروا الزيت ولا زيت الزيتون. غادي نضيف ديك الكميه ديال العجين، هنا العجينه ما كتحتاجش منا انها تخمر، يعني اون فوا تخلطي العجينه ديالك صايي كنديروها باش تطيب بهذه الكيفيه. وغادي نسرحها، غادي نخلي العجينه ديالي الوقت اللي نحس بها انها نشفت من الفوق عاد نبدا نخدمها. صايي البنات من تحسوا بالعجينه ديالكم صايي راها نشفت مابقاش فيها العجين، هنايا كنسرحوا عليها لاصوص طوماط ديالنا، وهنايا في هذه الوقيته هذه نقصوا على البوطه باش ما تحرق لكمش من تحت، باش تخلي راسك الوقت انك تخدميها يعني وانتي مرتاحه. غادي نضيف الفلافل، الطون ديالي، قرمش احمر، نضيف شويه ديال الفرماج موتزاريلا. عندك مهم بلعيها بشي ملعقه عندك غير باش يذوب لي هذا الفرماج. صايي البنات راه احمر البيتزا السائله هي هذه البنات، من بعد ما ذاب لي الفرماج كتجي غزاله وتجي خفيفه طايبه رائعه رائعه البنات. هانتوما تشوفوا كتجي رائعه وتجي معلكه البنات، شوفوا فرماج، ننصحكم انكم تجربوها غادي تعجبكم طبعا وتعجب وليداتكم. غادي نرافق هاد البيتزا البنات بواحد العصير كيجي زوين ورائع وغير مكلف. عندي هنايا كميه ديال الفريز، يعني كديروا فيها الفواكه اللي عندكم في الدار، هنا تقريبا 10 ديال الحبات ديال الفريز، عندي واحد الخيزويه وحده مسلوقه، عندي جوج ديال البرتقالات مقطعين، جوج تفاحات مقطعين، وواحد الياغورت ديال الفواكه ولا ديال التفاح ولا ديال اي نكهات تبغيها. وعندي هنايا سكر حبيبات، ديروا الكميه اللي تبغيو تقريبا 5 ديال المعالق كبار، ولا تضيفوا العسل.
غادي نطحن هاد الفواكه كامله مع نصف لتر ديال الماء، 500 مليم ديال الماء بارد. نتوما طبعا تقدروا تحكموا في الماء، يعني تزيد ضيفي كميه اكبر ولا اقل على حسب الرغبه ديالك. غادي نطحن هاد العصير ونتلاقاو ان شاء الله باش نرافقوا البيتزا السائله ديالنا العجيبه. المهم البنات، في الخلاط غادي ندير داك الخزويه ديالي اللي سلقتها، غادي نضيف الفريز كميه اللي قطعت، نتوما ديروا الكميه اللي تبغيو. المهم هنا درت 10 ديال الفريزات، وهنايا درت جوج ديال البرتقالات وجوج ديال التفاحات مقطعين، واحد الياغورت بالفواكه، وغادي نضيف سكر حبيبات، راه ما كيبانليش الضو، ضارب هنا الضو. المهم هنايا غادي نضيف على حسب الرغبه، انا غادي ندير 5 ديال المعالق. وغادي نضيف نص يوترو ديال الماء، في الاول غادي نضيف غير شويه ديال الماء. العصير ديالي البنات كيجي خاطر كما كتشوفوا، رائع رائع في المذاق، يجي زوين بزاف كاقتراح للعصائر ديال رمضان. وحتى هاد البيتزا يجيو ان شاء الله الرحمن الرحيم في رمضان الابرك، يعني في الفطور. هذاك العجينه اللي كنا خدمنا درت لي 3 ديال البيتزات كما كتشوفوا. المهم جوج ديال البيتزات درت فيهم الحشوه والزيتون، وهذه ديال ولادي هما ما كيبغيوش الحشوه، كيبغيو يلاه الطون والفرماج. ان شاء الله هذا الاقتراح يعجبكم، وإلا عجبكم طبعا ما تبخلوش عليا بجيم وباقتراحاتكم وتشجيعاتكم، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نلقاكم في فيديو اخر بصحه جيده وبصحه وراحه.